بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية بوجه التعزية لكل المصريين وللجيش على الشهداء اللي سقطوا امبارح. بس مهم قوي نبقى عارفين الهدف اللي المقصودة بيه العملية اللي اتعملت ديت. هقولكم في الأول إن العملية ديت ورا منها دعم خارجي. في دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ هذه العملية ضد جيش مصر بالشكل اللي احنا شفناه ده. طب ليه؟ الكلام ده بيتعمل عشان خلي بالكم وكلام الكل المصريين. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر والمصريين. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة الجيش ويكسر جيش مصر باعتباره العمود. عمود مصر. هو أنتوا يا مصريين ناويين تنجحوا؟ هو أنتوا يا مصريين ناويين ترجعوا الدولة مرة تانية؟ هو أنتوا بتتحركوا في كل الاتجاهات وتحققوا نجاح في كل حاجة؟ لا، مش مطلوب ان مصر تنجح. انا بكلمكم يا كل المصريين، انتبهوا انتبهوا لما يحاك لنا، انتبهوا لما يحاك لنا. كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه متوقعينه واتكلمنا فيه وقلنا عليه من قبل 3/7، من قبل 3/7، واحنا عارفين ان ده مشوار احنا هنمشيه وامر احنا هنقابله. وكنا بنقول يا يقابلوا المصريين يا يقابلوا الجيش، فقلنا الجيش يقابله. مش عايزين نتهز. اوعى تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش. لا، ازاي؟ بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. وانا قلت مره قبل كده، ده سقط وفي شهداء سقطوا قبل كده وفي شهداء هيسقطوا تاني وتالت، لان دي قضيه وحرب كبيره. مصر بتخوض حرب وجود. مصر بتخوض حرب وجود. ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد. ما نتلخبطش، نزعل نتأثر لكن نبقى عارفين ابعاد المؤامرة الكبيرة ضدنا. انا ما بقلقش الا من حاجة واحدة بس، خوفي عليكم انتوا يا مصريين. لكن اي حد تاني واي تحدي تاني واي تهديد تاني لا، ما بيشغلنيش. طول ما المصريين، وانا بتكلم طول ما المصريين واقفين ومنتبهين ومش ناسيين ان الهدف كان اسقاط الدولة ديت، ومش هتسقط بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المصريين اللي موجودين وعارفين الكلام اللي انا بقوله ده. بقول تاني، كل التحديات اللي موجودة تهون وكل المشاكل اللي موجودة تهون طالما الشعب المصري منتبه وصامت. هو مع جيشه وشرطته كده، مع أجهزة الدولة كده. هو حد هيخش بيننا وبين بعض ويلخبطنا ولا ايه؟ حد هيخش بين الشعب المصري وبين جيش مصر وبين أجهزة الدولة في مصر ويلخبطوا ولا ايه؟ ده الخطر الحقيقي علينا. الخطر الحقيقي علينا كده، ان احنا نبقى دايما شايفين التحدي وعينينا عليه. احنا ثابتين ومتحركين في اتجاه هدف واحد، إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها ويزيد. إعادة الدولة المصرية إلى مكانتها ويزيد. ده مش سهل،
ده عايز صبر وفي معاناة وفي ألم وفي دم، كلنا هندفع بس عشان خاطر بلدنا، بلدنا دلوقتي وبلدنا للأجيال القادمة. محصلة العمل خلال الشهور اللي فاتت ضخمة جدا، حتى في مكافحة الإرهاب ما بيسقط كل يوم من الإرهابيين دول بالعشرات. احنا مش بنقول ان يبقى في رد فعل سعيد بكده، لكن على الاقل مقدر لكده. في شهور في ارهاب بيتم قتاله بقاله شهور، وفي عشرات من القتلى على مدى الاسابيع والشهور اللي فاتت. المئات من الارهابيين دول تم تصفيتهم. انتوا عارفين سينا دي كانت هتبقى عامله ازاي؟ دي كانت هتبقى كتلة إرهاب وتطرف لا يستطيع أحد أن يتخلص منها. وأنا قلت أن المعركة في سيناء معركة ممتدة، مش هتخلص أبدا في أسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين. من فضلكم احنا ثابتين وراسخين كلنا، ومحدش أبدا هيقدر يكسر لا إرادة المصريين ولا إرادة الجيش، ولا أبدا حد هيقدر يخش بين الشعب المصري ووحدته وبين قيادته. ده الخطر الحقيقي. احنا النهارده وامبارح خدنا اجراءات، والاجراءات اللي خدناها النهارده هتبقى في اطار التطور اللي حصل ده، يجابه تطور من عندنا. والمنطقة الفاصلة بين أو المنطقة الحدودية بيننا وبين القطاع لابد هيبقى في إجراء بيتعمل عشان ننهي المشكلة دي من جذورها. مشكلة رفح والمنطقة الحدودية في إجراءات هتتخذ كتير خلال الفترة القادمة. اطمنوا وخليكم. أنا بقول للمصريين اطمنوا، ودايما تكونوا عندكم امل في الله سبحانه وتعالى اولا، وثقه في الله سبحانه وتعالى اولا، ثم في نفسكم. ان شاء الله لازم الغد هيكون افضل. لان انا بقول دايما الهدف هو البناء والاصلاح، مش الهدف هو الهدم والقتل. ولا يمكن ربنا سبحانه وتعالى هيدعم غير البناء والإصلاح. ما ينفع الناس. مرة تانية البقاء لله سبحانه وتعالى، وتعزيتي مش أبدا لأهالي الشهداء، لا، التعزية لينا كلنا كمصريين، لأن دول أبناء مصر وسقطوا من أجل أن تبقى مصر، وستبقى إن شاء الله مصر، ستبقى إن شاء الله مصر. اوعوا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكراً.